حياكم الله، مرحبا بكم مشاهدينا الكرام من الرافدين في جولة صحافية جديدة مع صدى الأقلام، نرصد فيها أبرز ما كتب في الصحف المحلية والعربية والدولية. عن عصابة الأوليغارشية العراقية بعد عام 2003 وترف السلطة، كتب حيدر نزار السيد سلمان مقالا في صحيفة المدى، جاء فيه: مكنت الأقدار بعد عام 2003 من بروز طبقة سياسية حاكمة جديدة تشكلت من المكونات العرقية والمذهبية والطائفية، وعلى الرغم من الانقسامات الأيديولوجية والخطابية بينها، لكنها اشتركت بسمة تقاسم مغانم فضلا عن السلطة، تقاسم السلطة وامتيازاتها فضلا عن استئثار بثروة البلاد نهبا وسلبا. وأضاف الكاتب: أمس الحديث عن فسادها مقرونا بالأدلة والفضائح، وأن أغلب أفرادها ينحدرون من أصول فقيرة، وأكثرهم ذاق عذاب الحرمان والفاقة، لا سيما الذين كانوا مستقرين خارج العراق وعادوا بعد احتلاله في عام 2003، وانفتحت أمام المنتمين لهذه الطبقة السلطوية أبواب العراق بكل ما يملك من ثروة ومزايا ومغانم بشتى أنواعها، وقد ساعدتهم في ذلك قوة احتلال غاشمة تفتقر لمعرفة عميقة بثقافة البلاد وأوضاعها الاجتماعية، وأنها مهدت الطريق أمام هذه الطبقة لفرض هيمنتها وسيطرتها كجيل جديد من الحكام. تكونت طبقة أوليغارشية ذات مصالح اقتصادية وسياسية مشتركة ومتداخلة، وتصل أحياناً مرحلة التوزيع المصالحي النفعي المستند إلى استغلال المنصب والسلطة لجني الثروة وتكديسها وبذل جهود من خلال منظومة زبائنية متخادمة معها على خنق حالات الرفض والانتقاد الشعبي وقمع الأصوات الساخطة على ما يحدث من استنزاف واستحواذ على الثروة دون وجه حق. والأشد مرارة أن أفراداً من هذه الطبقة يتغافلون عن مصادر ثرواتهم غير المشروعة، فلا يتوانون عن إظهار الترف والبذخ الذي يعيشون بظله، وكأنهم يتعمدون استفزاز مشاعر الناس، وهو ما يمكن ملاحظته بالقصور الفخمة والسيارات الفاخرة وكثرة حماياتهم في أثناء المناسبات. ورغم تستر بعضهم بالتقوى والزهد، بيد أن انكشافهم أمام الناس بات واقعاً ملموساً، ساهم ذلك في اتساع الفواصل بينهم وبين مجتمعهم الذي يتساءل بقلق عن مدى توقف خاصية الجشع والثراء عندهم بعد أن أصبحت خزائنهم ممتلئة بالمال والعقارات. إلى صحيفة العربي الجديد ومقال للكاتب عبد اللطيف السعدون تحت عنوان الحلم بعراق مختلف. ذكر الكاتب: نستطيع أن نحن العراقيين أن نمارس الحق في الحلم، ومع هذا الحق لم يظهر في اللائحة العالمية لحقوق الإنسان، مع أنه لم يظهر في هذه اللائحة التي أقرتها الأمم المتحدة، إلا أنه يظل الحق الإنساني الوحيد، يظل الحق الإنساني الوحيد الذي لا يمكن لأي قوة غاشمة أن تسلبه منا. دعونا إذن نحلم بعراق ديمقراطي متصالح ومزدهر. هل حلم كهذا ممكن حقا؟ أم علينا أن نكف عن الحلم لأننا لم نرى على مدى 20 عاما ما يشير إلى أن ضوءا قد ينبثق في آخر النفق في أي لحظة، وأن أحدا قد يظهر فجأة كي يعلق الجرس. وأضاف الكاتب: علينا أن نتشبث بالحلم، خصوصا ونحن ندرك أن بدء عام جديد هي مناسبة لإطلاق الأحلام ورعايتها والعمل الجاد لكي تصبح حقيقة. لنجعل الحلم عنصرا جوهريا وضروريا في حياتنا، ولنحلم بدولة توفر لأبنائنا تعليما عصريا وتربي عندهم قيم المحبة والخير والعطاء، دولة توفر الدواء للمرضى والعناية الطبية الكافية لهم، دولة توفر العيش الرغيد للجميع من دون منة، دولة توفر فرصة عمل لكل مواطن، دولة تنمي الإحساس بالمسؤولية والعدالة.
نريد دولة تضمن الأمن والأمان والراحة للجميع، دولة تعترف بالتنوع والشمول وتحترم الحريات والحقوق الاجتماعية والتعايش الديمقراطي. نريد دولة تضع مواردها في خدمة مواطنيها لرفع نوعية حياتهم وتحسين شروطها وفق خطط علمية طموحة وشفافة. نريد دولة تعطي اهتماماً استثنائياً للشباب باعتبارهم طاقة هائلة لابد من إشراكها في صنع مستقبل حياتهم. نريد دولة توقف الهدر في المال العام وتقتص من السراق والفاسدين، دولة لا تكون ضحية للعبة جيوسياسية يديرها لصوص وأفاقون وأمراء طوائف وزعماء مافيات. نشر موقع ناشونال انترست مقال رأي لزميل في معهد ديفنز برايا رايتس جيف لامير، قال فيه إن الوجود العسكري الأمريكي في سوريا وإن كانت تكلفته منخفضة جدا إلا أنه يواجه مخاطر كبيرة أكثر من أي وقت مضى. أضاف الكاتب أن العقيدة العسكرية الأمريكية في سوريا في عام 2023 ستكون وداعا للجديد وأهلا بالقديم. فعلى الرغم من عودة القوات الأمريكية لأعمالها العسكرية بعد توقف قصير نتيجة ضرب الطائرات التركية قواعد الجماعات الكردية التي تدعمها الولايات المتحدة، إلا أن الوجود الأمريكي لا يزال محفوفا بالمخاطر. مع الفوضى التي أحدثها التدخل وهزيمة تنظيم الدولة في النهاية، ظل التبرير الأمريكي لنشر القوات في سوريا مشوشا وبشكل متزايد. والآن فالمنطق المنحرف الذي تستخدمه الإدارة لنشر القوات الأمريكية هو حماية نفس القوات، وظلت هذه الدورة القائمة على التوصل لحل لكل مشكلة مستمرة لوقت طويل. وفي الوقت الذي ظلت فيه استراتيجية واشنطن جامدة، إلا أن الوضع ظل متحركاً ومحفوفاً بالمخاطر. فالمقذوفات الصاروخية التي أطلقها الجيش التركي على مواقع أكراد سوريا سقطت على بعد 130 ياردة من القوات الأمريكية. إن الولايات المتحدة لن تحقق الكثير من مواصلة تورطها في نزاع مستمر منذ سنوات السبعينات من القرن الماضي. وأكثر من هذه، فمواصلة استعداء تركيا سيؤثر على تماسك حلف الناتو، إذا أخذنا بعين الاعتبار الطريقة التي تتعامل فيها تركيا مع التهديدات الإرهابية. ويعلق الكاتب أن الوجود العسكري الأمريكي استنفد كل أهدافه المنشودة. نشر صحيفة واشنطن بوست مقال للصحفي يوجين روبنسون، قال فيه إن ما يجعل أعمال العنف والدمار التي حدثت الأحد في البرازيل مروعة للغاية هو أننا رأيناها هنا أولاً، فبدلاً من أن تكون نموذجاً لديمقراطية أعطت الولايات المتحدة للعالم دروساً في إنكار نتائج الانتخابات وإذكاء خيبة الأمل الشعبية في غضب عدمي. وكان من المستحيل مشاهدة تدمير الكونغرس والقصر الرئاسي والمحكمة العليا في البرازيل وعدم التفكير على الفور في تمرد السادس من كانون الثاني يناير عام 2021 في مبنى الكابيتول الأمريكي. جاءت الانتفاضتان عقب انتخابات رئاسية رفض فيها الشعبويون اليمينيون المتطرفون الاعتراف بهزائمهم، وكلاهما ينطوي على التخطيط والتنظيم، وشهد كلاهما تدنيس المباني التي تعد رموزا للهوية الوطنية والاعتزاز. إن وقوع هذه الأحداث الفظيعة في أكبر ديمقراطيتين في نصف الكرة الغربي أمر ينذر بالسوء. قد يكون التخريب في برازيليا بمثابة تشنج أخير من الاستبداد الفاشستي المجاور الذي رسخ موطئ قدم في العديد من البلدان على مدى العقدين الماضيين، أو قد يكون نذيراً لما سيأتي. المباني التي شوهها مثيرو الشغب وألحقوا العار بها والموجودة حول ساحة السلطات الثلاث صممها أعظم مهندس معماري برازيلي أوسكار نيماير. لقد كانت مظهراً من مظاهر إيمان البلد بنفسه ومصيره في العظمة. وكما يعلم الرئيس بايدن وكما سيتعلم لولا، فإن من الأسهل بكثير إصلاح الهياكل المميزة من الإحساس بالأمة المشتركة التي من المفترض أن تمثلها.
نشرت مجلة فورين بوليسي تقريراً عده جاك تيتسيتش مراسل البنتاغون وشؤون الأمن القومي وروبي غريمر مراسل الشؤون الاقتصادية والأمن القومي، قال فيه إن تركيا سترسل قنابل عنقودية موروثة من الحرب الباردة إلى أوكرانيا. وجاء في التقرير أن تركيا بدأت إرسال القنابل العنقودية في نهاية عام 2022 بعد أشهر من مناشدة كييف لإدارة جو بايدن كي تعززها بالذخيرة، بحسب تصريحات من مسؤولين أوروبيين وأمريكيين حاليين وسابقين على معرفة بالقرار، ما يعطي أوكرانيا قوة وإن كانت مثيرة للجدل في ضرب الدبابات والقوات الروسية في ساحة المعركة. بدأت الدولة الحليفة للناتو بإرسال أول شحنة من الذخيرة ذات الاستخدام المزدوج والمعدلة للاستخدام في الحروب التقليدية في تشرين الثاني نوفمبر 2022، وهي قنابل صنعت أثناء الحرب الباردة وباتفاق على إنتاجها بطريقة مشتركة مع الولايات المتحدة، وهي قنابل مصممة لتدمير الدبابات، وكل قنبلة منها تحتوي على 88 قنبلة صغيرة. ويحظر القانون الأمريكي تصدير الأسلحة هذه نظراً لمستوى القنابل التي لا تنفجر. وجاء التحرك الذي حاولت تركيا إبعاده عن الأضواء بعد دعم الأوكرانيين بمسيرات بيرقدار TB2 التي ساعدت على وقف التقدم الروسي نحو كييف، ودور دبلوماسي كوسيط في جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى اتفاق تصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية. ولم ترد السفارة التركية في واشنطن ولا وزارة الدفاع الأوكرانية على أسئلة المجلة، لكن تصدير القنابل العنقودية يظهر الدور العسكري الكبير الذي لعبته أنقرة في كسر التقدم العسكري الروسي في مرحلة مهمة من الحرب التي بدأها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. برنامج أعمال وأرزاق يوثق الحياة اليومية للناس. كيف بدأوا مشوارهم؟ وما هي طريقة إدارة أعمالهم؟ ويسجل لحظات النجاح والإخفاق التي عاشوها. أعمال وأرزاق يأتيكم في الأوقات التالية على قناة الرافدين. هذه مشاهدينا الكرام مجموعة مختارة من رسوم الكاريكاتيرية. تفاعل ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي مع صور جبال مكة المكرمة التي اكتست باللون الأخضر،
تداول ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة تظهر تحول الجبال المحيطة بمدينة مكة المكرمة إلى اللون الأخضر بعد الأمطار الأخيرة التي عرفتها المنطقة. ونشر حساب إمارة منطقة مكة المكرمة الموثق على تويتر مقطعا مصورا بعنوان جبال مكة تكتسي اللون الأخضر بعد الأمطار التي شهدتها مؤخرا، إذ حصد هذا المقطع المصور في غضون ساعات على أكثر حصد أكثر من 300 ألف مشاهدة، مظهرا تنامي الأعشاب وتغطيتها مناطق جبلية حول مكة المكرمة. وقد رصدت عدسة وكالة الأنباء الرسمية رصدت مناظر خلابة وأجواء بديعة بمحافظة الطائف، إذ رسم الشتاء وأمطاره لوحات فنية لنباتات عطرية تفوح بالروائح الزكية على ضفاف الجبل والوادي. تمثل المخلفات البلاستيكية في البحار والمحيطات خطراً بالغ الضرر ومميتاً على الكائنات البحرية والطيور، يصل تأثيرها إلى الإنسان وصحته. ولتجسيد هذا الخطر شيد ناشطون من بنغلاديش تمثالاً من النفايات البلاستيكية المجمعة من شاطئ كوكاس بازار لزيادة الوعي البيئي بمخاطر تلك النفايات. فنتابع مع المشاهدين الكرام الآن مقطع المصور الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف. صفها البعض بالعبوة الناسفة، فهي سلاح الدول غير القادرة على النووي باعتبارها الأرخص والأسرع في تصنيعها، فمكوناتها متوفرة في كل مكان. خطرها الوحيد هو نشر الذعر والرعب والسموم. القنبلة القذرة ماذا تعرف عنها؟ سلاح تخريب شامل. في أكتوبر تشرين الأول عام 2022 قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو إن موسكو قلقة من استخدام كييف قنابل قذرة أثناء الحرب الروسية على أوكرانيا. تصريح خطير أثار قلق العالم من هذا السلاح رغم النفي الأوكراني للرواية، ما دفع الكثيرين إلى البحث عن مفهومه وطرح سؤال ما هي القنبلة القذرة وكيف تصنع؟ تقول اللجنة التنظيمية النووية الأمريكية إن القنبلة القذرة ليست سلاح دمار شامل، ولكنها سلاح تخريب شامل يهدف إلى تلويث وبث الرعب بين المدنيين. وربما هنا يكمن ربط الهدف بتسمية القنبلة، وهو تلويث منطقة جغرافية عن طريق الإشعاعات المباشرة التي تخلف خراباً وتلوثاً قد يدوم لسنوات ويتطلب مليارات الدولارات لتطهيره، قد يدفع آلاف السكان إلى الهروب أو النزوح. إذ يشير مصطلح القنبلة القذرة المعروف أيضاً باسم جهاز التشتيت الإشعاعي، أي جهاز تفجير ينشر واحداً أو أكثر من المنتجات السامة كيميائياً أو بيولوجياً مثل اليورانيوم. وهذه القنبلة تعتبر الأقل تعقيداً في تصنيعها، فهي لا تحتاج إلى مواد مشعة عالية النقاء كما هو مستخدم في القنبلة النووية. وهنا يمكن أن نطمئن مشاهدين بأنها لا تعتبر سلاحاً نووياً، لأنها لا تنتج عن تفاعل تسلسلي نووي، ولا يسبب انفجارها انشطاراً نووياً أو إطلاقاً هائلاً للطاقة أو تدميراً ضخماً، وذلك لبساطة المواد المصنعة لها. وهنا سنجيب عن سؤال كيف تصنع؟ إذ يشترط في المادة المشعة لها أن تكون من اليورانيوم أو البلوتينيوم النقي للغاية وغيرها من المصادر المشعة المستخدمة في الطب والصناعة ومحطات الطاقة النووية ومختبرات الأبحاث، ما يفسر عدم خطورة طاقة تدميرها المرتبطة بكميات المواد المشعة وقوة إشعاعها. ولا ننسى عامل الأحوال الجوية وخاصة سرعة الرياح واتجاهها والحرارة المسؤولة على مدى انتشار المادة المشعة في الهواء، والتي قد تسبب أحياناً أمراضاً خطيرة.
في نهاية جولتنا الصحفية لهذا اليوم، تقبلوا تحيتنا من الرافدين.